السلام عليكم. بعد تصريحي ولد لقرية بأن أغنية عاش الشعب مجرد كاميرا كاشي وأنه لم يقصد بها المس بثوابت الدولة، رد عليه نزعر بالتالي: السلام عليكم. اسم الناس اللي كيسولوني واش بصح المرصود ديال عاش الشعب كاميرا كاشي ولا ديجا قلت بأن كل واحد فينا كيتحمل المسؤولية في إذاعة اللي عالمية دي دابليو أرمانية، كل واحد فينا كيتحمل المسؤولية ديال الكوبلي ديالو وكل واحد باش كيفسر الكوبلي ديالو. أنا باش نهضر غنهضر على الروفران حيت أنا اللي كاتبو، ونهضر على الكوبلي ديالي، ونهضر على السمية ديال عاش الشعب حيت أنا اللي مسميه. ما كاين لا كاميرا كاشي لا والو، عاش الشعب وعاش لي درويش. هادي كاميرا كاشي، فين هي الكاميرا كاشي؟ إلا كانت الكاميرا كاشي في الكوبلي ديالو بالراس راه تدارت بينا وتدارت بكاع الدار. انا والعدو بلا ما قلت انا والقناوي الله يفك صراحه والاخر بارئين كل براءه مع هذه الهضره حيت انا ثقه عاميه في القناوي اللي كيقول بها الماتش انا ما محتاجش نبيه، الناس قراب راه كيعرفون كيفاش عايش وفين عايش. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.